جميل، بنروح إلى فقرة ذات وطاقة أيضا بصوت أحمد عبد الكريم. ذات وطاقة، الإيجابية يجب أن تكون طعام الجميع، هي طعام السعداء الذين يجب أن يشكروا النعمة التي هم فيها، وهي طعام المتعبين والكادحين لأنها تجلب لهم الأمل والحياة الرغيدة. وقد قال عز وجل لمريم أثناء مصيبتها: فكلي واشربي وقري عينا. الإيجابية، شوف يا أبو يحيى، نعيد ونزيد لأنه الناس عندهم لبس. الإيجابية نوعين، أنا إنسان وإنت إنسان، مبسوطين الحمد لله، سعداء، حنا إيجابيين وشاكرين من وراء خشومنا، لأنه بالشكر تزداد النعم. حنا الآن مشكلتنا مع الشخص اللي عنده ظروف، عنده حنا نسميها في التنمية تحديات، ما نقول مصائب، تحديات، صعوبات و إلى آخره. هذا لازم يكون إيجابي. جبت لك الآن مريم، مريم بنت عمران، أنا ما أتوقع امرأة في الكرة الأرضية مرت أو ستمر بما مرت به مريم، إنها تحمل من غير رجل. فالله عز وجل بعز المصيبة هذه ماذا قال لها؟ كلي واشربي وقري عينا. كيف قري عيني؟ خلي عيونك مستقرة ومطمئنة. طيب هذه مصيبة، شفت هنا الإيجابية في منتهى الذروة. أما ليش الإنسان يكون إيجابي مع المصائب؟ نقول له خذ عندك يا حبيبي، أول شيء قال الله: إليه يصعد الكلم الطيب. أنت لما يصعد الكلام كله تشاؤم، كيف يصعد؟ ما هو كلام طيب هذا. هذا واحد. اثنين، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل، كان يعجبه الفعل، يعني معجب بالفعل، إذا نتفاعل. ثلاثة، الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه خيارين: قل خيرا أو فاصمت. إذا السلبية والتذمر ليس لها قيمة، ما في خيار ثالث، يا تقول خير يا تصمت. أربعة، أنه يتنافى مع حسن الظن بالله. خمسة، يتنافى مع الحديث القائل: من أمسى، كلنا الحمد لله ينطبق على الحديث، من أمسى آمنا في وطني معافا في بدني يجد قوته وقوت يومه فكأنما حاز الدنيا. أنا ما أعتقد في سعودي ما توفرت فيها الثلاث. يا رب لك الحمد ولك الشكر. نجي يا حبيبي إلى كلام الشيخ بن سعدي. الشيخ بن سعدي لما فسر قوله تعالى إنما العسر يسرى، إنما، قال إن الله عز وجل عرف كلمة العسر بألا التعريف، معنى أنه العسر واحد، ونكر اليسر أنه متكرر. فالعسر واحد لكن اليسر سيأتيك من عدة طرق. شوف كلام العباقرة، شوف كلام جميل السعودي. القراءة دي، أي والله. أخيرا يا طويل العمر، الرسول صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني أكثرهم هلاكا. وفي رواية ثانية بس الرواية الأقوى أنه فهو أهلكهم يعني أكثرهم هلاكا. شوف كل هذه الأشياء تدعو للإيجابية. وقبل هذا كله أنه عندك رب رحيم، غفور، عزيز، رزاق، رازق. كيف ما أكون إيجابي؟ حتى وإن كنت في السجن، ترى علمك علي عزة بوقوفيتش ألف كتابه هروب إلى الحرية في السجن. الإمام السرخسي أملأ المبسوط في الفقه وهو في البئر، في بئر 25 مجلد المبسوط في الفقه ألف السرخسي وهو في بئر مسجون. تجي تقول لي والله أنا حزين إني ما لقيت وظيفة، تلقى بكرة وظيفة، استفاعل. طيب الروح، احنا تكلمنا على الإيجابية، وقبلها أخذنا في من كلمات سمو ولي العهد التفاؤل. الإيجابية قرينة التفاؤل، وكلها تؤدي إلى سعادة وإنجاز ونجاح بإذن الله تعالى. بنروح إلى